رد الافعال القوي ده على السوشيال ميديا بسبب دورك في حكايه ربع ايراد المسلسل الا انا؟ يعني النجاح ده برد الفعل ده لا ما كانش حد متوقعه يعني. الموضوع خد حجم كبير جدا، بس هو عشان ممكن هي قضيه في بيوت كتير اتعرضت قبل كده كتير، فكان بالنسبه لنا الموضوع لا مش هيبقى بالحجم اللي حصل لربع ايراد. سمعت ان تلقيت تهديدات فعلا، وحد قال لك بلاش تنزل الشارع اليومين دول وهم واخدين المساله بجد فعلا؟ تهديد وشتيمه وكل حاجه وحاسبنا وامي بتحاسبني عليك وهي بتصلي وحكايه يعني بس هو على احمد يعني الحمد لله مش على مصطفى، عشان انا حاسس. طب عملت ازاي يعني لما جات لك التهديد عملت ايه؟ قلقت بجد؟ لا ما بقى لا خلاص، عارف الناس ده حب يعني، ده حلو ان الناس وصل لها التمثيل ده يعني. احنا عملنا تمثيل حلو فالناس مقتنعه جدا باحمد ابو حجر، الناس مش يعني مش طايقاه، الناس عايز تقتله، فده تمثيل. فهي لا الناس كانت يعني متفاعله مع احمد ابو حجر. واللي اتعاملت ازاي مع شخصيه احمد ابو حجر عشان تعيشها بالدرجه دي اللي تخلي الناس تصدق انك انت ند بجد؟ بص هو انا ليا وجهه نظر في موضوع احمد. احمد ده ممكن يكون اخويا، ممكن يكون واحد صاحبي عادي، واحد هو اتجوز اتنين يعني، هو ما غلطش يعني، ما عملش حاجه حرام. واحد ندل كده برضه يا مصطفى؟ ايه ده؟ تصاحب واحد ندل كده؟ لا هو 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 ندل برضه، مش يعني مش كل حركاته كانت ندل بالراحه، بس يعني ما ناخدش الموضوع على صدرنا كده يا راجل. احنا رجاله برضه يا راجل. يعني هو الراجل عمل ايه؟ احمد ده كان بيحب بنت في الكليه وكان نفسه يتجوزها وسابها، فكان حب بنت تانيه اللي هي منى، ودي اللي اتجوزها. فجي بعد سنين جواز وتعب، لان هو يعني هو شارح الحكايه ان هو اللي بنى حياته، فلقى الحب الاولاني بتاع الكليه قدامه فضعف عادي، كل ما بني ادم ممكن يضعف. اتجوزها وما عملش حاجه غلط برضه، ما عملش حاجه حرام يعني، ما الموضوع ما كانش فيه حرام ان هو اتجوزها. هو بقى الغلط كله ان هو اتجوزها في الشقه اللي هي منى دي تعبت فيها وشقيت فيها. عارف ليه؟ عشان واطي. واطي. ابو حجر ده واطي حقيقه، ولا انت ليك راي تاني؟ لا هو واطي في الحته واطي دي. ها؟ انما هو كجواز ايوه هو ما عملش يعني الحرام او الغلط. هو فكر ويرميها في الشارع برضو عادي. ها؟ لا ما هي ما احنا اتكلمنا بقى ان عنده حركات واطيه. دي حركات؟ حاجه تانية. هي الوطيه حركات بس دي سمات شخصيه. الحاجات الواطيه اللي عنده هو كان ليها تبرير. انت بتدافع عن احمد ابو حجر؟ لا والله خالص. انا بدافع عن شخصيه انا بمثلها. احمد كان ليه حاجات الواطيه بتاعته كان ليها تفسير، ان هو كان بيضغط على منى عشان ترجع له، هو بيحبها يعني، هو مش بيكره مراته، هو بيحب مراته جدا وغلط يعني. حتى يعني لحد الحلقه العشرة هو بيقول لها خدي فلوس النفقه، راح اديها لها، فكري ارجعي، طب انا هرجع لك حقك، طب انا هرضيكي، بس ارجعي يعني. هو طول الحلقات هو مش بايع منى، بالعكس هو عايزها، يقول لاخوه حنن قلبها. ده بدات اخش على السوشيال ميديا حد يكلم. طب خلينا نشوف بعض الكومنتات كده والصور ليك كتيره كده ونعلق عليها. يلا احمد ابو حجر دايره المعاد. يلا تعقيبك ايه على ده؟ ابو حجر بقى هو فعلا يعني هو خيانه، هو خان مراته اتجوز عليها. دايره المعاد شقت منى، رمز الخيانه والنداله. طيب اللي بعده اهو الراجل غلط، قال لها اتجوزت بس بحبك. اهو احنا رجاله على فكره عادي يعني، احنا رجاله ممكن نحب اربعه. شو بقول لك واطي. اللي بعده يا احمد شفت. كنت الترند من اول حلقه يعني، احنا اول يوم انا كان احمد ترند على تويتر. الحقيقه الشخصيه اثرت مع الناس. ايوه جميله دي بقى اول خيانه، لما تخلص مع مراتك كلمني مستنياك، دي اول مسج الناس عرفت ان هو بيخون. اللي بعده عربي. يا جماعه دي رقم عربيه الاستاذ احمد استاذ مصطفى السحيب احمد ابو حاجه صاد الف صاد اربع ستات. بس هي من الاول اربع ستات. على فكره والله هي من الاول اربع ستات، بس انا مش متجوز يعني، ما عنديش في حياتي اربع ستات بس. وهي حكايه الرقم القومي اللي اتنشر لك على السوشيال ميديا، بيقول ان عنوانك عنوان شقتك في الليمون اللي في المعادي ورقم القومي بتاعك كله ده جامد جدا. ده دي كانت جامده، جابوا بطاقتي فعلا يعني. دي كانت بطاقتي يعني، هم دي صوره البطاقه بتاعتي فعلا. البطاقه القديمه مش الجديده. عن كواليس العمل مع ريهام عبد الغفور، الحقيقه عملت هي كمان دورها ببراعه وصدق، وكلنا حسينا بوجعها من تصرفاتك الغريبه. متهيألي الكواليس بتاعت العمل كلها يعني ريهام
مش انا اللي اتكلم عليها في حاجه. بني ادمه جدا محترمه جدا شاطره جدا طيبه جدا عسل جدا نص عسل والله كيوت قوي. صادقه جدا في تمثيلها وصادقه مع الناس بتحب الخير لكل الناس. واحنا كلنا كنا مع بعض بسبب نجاح العمل ده. الناس بتحب بعض يعني احنا كلنا مع بعض موافقين على بعض بنحب بعض جدا. فالحاجه اللي بيبقى فيها الحب في الشغلانه هي الناس بتوديها في احسن حته. دي انا اكتشفتها والله فعلا انا اكتشفتها من 100 وش يعني في 100 وش عشان احنا كنا بنحب بعض قوي بقينا عظمه قوي. فده لما احنا دخلنا عليه بنحب بعض قوي فبقينا طلعنا عظمه قوي. لا الحقيقه بس انت كمان انت ممثل كويس قوي يعني الحقيقه. شوف انا متابع خطواتك انت ما شاء الله خطواتك كلها فعلا بتدل انك انت موهوب وانك انت بتقفز قفزات كبيره يعني انا ما شاء الله يعني طريق وصلت البطوله في الحمد لله يعني متوقعش توقعت بس هي بتاعت ربنا والله يعني هي انا مؤمن ان هي مش شطاره اكتر منها رزق وجبران خاطر من ربنا يعني الموضوع فعلا في حته ربنا قوي يعني. اصعب مشهد فاكره في المسلسل؟ طبعا لما رحت لها البيت يعني بعد ما هي اكتشفت ان انا بخونها لما جت لي البيت عندي ولقيتني مع مراتي فانا رحت لها على البيت تاني يوم عشان اقول لها لا انا مش عايز اسيبك وكده. فالمشهد ده انا عيطت فعلا يعني. ارهام كانت ارهام بتعرف تعيط جدا شاطره قوي. انا ما جاش على انا عملت حاجه 30 عمل ما جاش في الحقيقه 30 عمل مره ان انا اعيط يعني. دي اول مره اعيط في تمثيل